احنا هون موجودين في بلدة قطمي، احنا موجودين على قريبين على المكان تقريبا، يعني حوالي الساعة 1:30 بالليل تقريبا او 1 جاءت مروحيات وكذا، وعلى علو منخفض يعني من الارض وكذا وهيك، فعملوا عمليات انزال تنزيل جو وهيك هالقصص هاي، فدامت العملية اكثر من 2:30 يعني، وصار في اطلاق نار، تبادل اطلاق نار، فما نحن ما بنعرف، نحن ما حدا خرج يعني تقريبا، في تقول حتى غادرت مروحيات وكذا وبتأمن المكان، يعني حالة الخوف تطورت لحالة هلع بين الأطفال، والأطفال ما عاد نامت يعني من بعد هالحدث وهيك يعني، فصار صوت إطلاق نار كثيف بالليل وهالقصص هاي، بما إنه ليل فهم استهدفوا بيت واحد، فما بنعرف نحن حوالينه، نحن ما نسمع غير الأصوات تقريبا يعني، اجى الاسعاف واجى الاسعاف ونقل الجثث والجرحى واسعفوا يعني المكان بشكل عاجل تقريبا يعني.